الصدر وبرزاني يبدأان رسم طريق الحكومة المقبلة مبكرا عبر تحالف سياسي فاجئ الجميع. تنص أسس التحالف الجديد على منح منصب رئيس جمهورية للزعيم الكردي مسعود برزاني عقب إجراء الانتخابات، على أن تكون رئاسة الحكومة من نصيب الصدريين. سنعلن عن تشكيل الحكومة القادمة متمثلة برئيس مجلس الوزراء، وهذا التصدي حقيقة يأتي من القراءة الواضحة والكبيرة والتي حقيقة يعلم بها الجميع. على الورق يرى البعض أن ملامح تشكيل تحالفات جديدة قبيل الانتخابات العراقية المقبلة بدت تتضح نوعا ما، وأن تحالف التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني سيكون له الأثر الأكبر على الخارطة السياسية المقبلة في البلاد. إذا اجتمعت القوتين تحت قبة البرلمان ستشكل الثقل الأساسي، وحتما ستلتحق بهما العديد من القوى الأصغر ربما نقول والمتناثرة. هذه الخطوة استفزت القوى السياسية الأخرى خصوصا الشيعية منها، ودفعتها إلى تشكيل تحالف الضد الذي يضم الحكمة والنصرة وبعض القوى، تاركين الباب مفتوحا أمام دولة القانون وتحالف الفتح للانضمام إليهم. أسسنا إلى تحالف قوى الدولة الوطنية، وهذا التحالف نحاول أن يكون هو النواة لجذب باقي القوى الوطنية والقوى الوسطية التي تمتاز بهذا النهج المعتدل. لكن ثمة من يذهب إلى أن أي تكتل سياسي معارض لتحالف الصدر وبرزاني لن يجدي نفعا، فالطرفان يمتلكان قوة سياسية وشعبية كبيرة. لا أعتقد أننا سنشهد حكومة معارضة، إذا كانت هناك معارضة ستكون ضعيفة وركيكة. إذا تصدى التيار الصدري إلى الحكومة، لأن التيار الصدري لا أحد يستطيع أن يعارضه لأن سيرته معروفة، لأنه لن يتقبل المعارضة بقدر ما يتقبل حلفاء. في هذا الوقت تضرب الانشقاقات أغلب القوى والأحزاب العراقية التي تحاول ضبط إيقاع تحالفاتها قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.